وصلوها انه يا عم بداية نتمنى الافراج عن اسرانا. وحقيقة يعني هذه اعتصامات هي دورية نلمس فيها في صالة يعني حالة العزوف والمشاركة الضيقة التي تقتصر على بعض الأهالي وبعض المؤسسات والفصائل الوطنية، آملين من أبناء شعبنا أن يكون هناك اعتصامات تليق بنضالات أسرانا البواسل وصولا إن شاء الله لتحقيق حلهم بالإفراج العادل والمشروع. أسرانا ناضلوا من أجل قضية وطنية عادلة، وواجب علينا أن نقف ونعتصم ونلتف حول هذه ثوابتنا الوطنية، وهي ثوابت إحدى الثوابت الرئيسية. أصلا ننظر أيضا من أجل قدرة وطنية ومن أجل ثوابت وطنية عادلة، وهي أيضا هم من الثوابت الرئيسية والمركزية. أيضا القيادة الفلسطينية وعلى أصل السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية آملين أن يكون هناك حراك دولي أوسع بالضغط على المجتمع الدولي والحكومة الإسرائيلية حقيقة بتحريك هذا الملف وتدويله ليكون هناك يعني ملف فاعل. إحنا هذه الاعتصامات حقيقة هناك أصبح هناك إحباط كبير في الشارع الفلسطيني وعدم المشاركة لأنه أصبح روتين قاتل لكل مؤسسات الفصائل. نتمنى على القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي أن يكون هناك ضغط على هذه الحكومة بالإفراج عن أسرانا البواسل. هم حقيقة هناك معاناة مستمرة، هناك مضايقات مستمرة من قبل إدارة السجون وخاصة الملف الطبي، هناك إهمال. نتحدث دائما مع أسرانا، مع أبنائنا في داخل السجون، نتحدث معهم وتواصل دائم. حقيقة هناك معاناة مستمرة من الإهمال الطبي والعزل الانفرادي والكثير من المضايقات للأهالي.